للأحرار محطة بنملة الخنيفرة تحمل رسائل هامة وهامة جدا، الاعتبار أنها جاءت بعد استحقاق الانتخابات الجزئية الأخيرة، والذي كان مناسبة للناخبات والناخبين في هذا الإقليم من أجل بعث رسالة قوية مفادها أن المغاربة يساندون الحكومة، أن المغاربة يتفهمون ويقدرون الطابع التاريخي للإصلاحات، وبالتالي هم منخرطون في مسار دعم وتأكيد الثقة في التجمع الوطني الأحرار. نتائج الانتخابات تجاوزت طابعها المحلي والجزئي لتبعث رسالة قوية، وآلاف الأصوات الفاصلة بين المرشح الفائز والذي أعقبه يعني تجسيد لعمق هذه الرسالة. هذه اللقاءات أيضا هي فرصة لقيادة الحزب للاستماع لمطالب ولملاحظات ولانتقادات المنتخبات والمنتخبين باسم التجمع، وفضاء لمطارحة الأفكار، لمساءلة أداء المجالس والجماعات. وسنواصل هذه المحطة بسلسلة من الاجتماعات عبر كل جهات المملكة في بهدف النهائي اللي هو قبل نهاية السنة حوصلة كل ما راجع في الاجتماعات الجهوية من أجل بلورة استراتيجية جديدة للتجمع تؤكد دعمنا الكبير للمجالس، تؤكد دعمنا الكبير للتجربة الديمقراطية المحلية وللانخراط الحماسي للحكومة في دعم برامجي واستراتيجيات هذه المجالس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.